عليكم. اليوم على وصفات موعد راح نديرو بيتزا كالزوني، يعني اللي هي بيتزا شوسون. واش العجينه راح نحتاج فيها؟ زوج كيسان تاع الفارينه، مغرفه كبيره تاع حليب غبرة، مغرفه كبيره تاع السكر، مغرفه كبيره تاع خميره الخبز. عندي هنا زوج مغارف كبار تاع الزيت والماء دافي باش نلمو العجينه. في حاله ما عندكش حليب غبرة، يعني بدلي الحليب غبرة بالحليب، يعني نلمو العجينه بالحليب ماشي بالماء. اذا نبداو بالطريقه مباشره. ندير زوج كيسان تاع الفارينه، نديرو كامل المواد الجافه، ندير حليب غبرة، السكر، الخميره تاع الخبز، نخلطو المقادير مع بعض. ما ننساوش الملح، لانه لا نسيت الملح دوك، يعني مش راح نديرو. ندير الملح وندير هادوك زوج مغارف كبار تاع الزيت، نبسس بهم العجينه. من بعد نبدا نزيد في الماء دافي. هنا في حاله ما درتش حليب غبره، لميت العجينه تاعك بالماء، نديرو الماء دافي ونلمو العجينه تاعنا. نلمها مليح، من بعد واش ندير؟ نحكمها، ندلكها شويه فقط، حوالي دقيقتين. اذا بعد ما مرت دقيقتين هاي العجينه تاعنا، نغطيها ونخليها تخمر حوالي 30 دقيقه ونعاود نرجع لكم. هنا بعد ما ارتاحت العجينه تاعي ها هي معنا، انا راح نديرهم يعني صغار، يعني مثلا هذه راح نجرب كيفاش نقسمها على ثلاثه. الخبزة الأولى نزيد نقسم هادي على اثنين، نخليهم على جهة. هنا عندي بابي دهنتو شوية تاع الزيت فقط، نجرب كيفاش نديرو دائري. إذا نفتحها ولا بالحلال، يعني باش تجيكم العملية سهلة. إذا هنتلا شوية تاع الزيت، نجرب باش نفتحها رقيقة، رقو العجينة بزاف باش متجوناش خشينة بزاف. هنا الحشو مثلا واش راح ندير؟ انا حندير انا واش يحبوا وليداتي ياكلوا. دائما هذه كقاعده، يعني ما ديريش. حنا الاساس في هذه الوصفه هي لاصوص طوماط، ها هي معنا، كنت عملتها معكم عده مرات في القناه. واش درت؟ حكمت مقله، درت فيها الصوص تاع الثوم، من بعد درت عليها طوماطيش مصبره حوالي مغرفه، ودرت حوالي 3 حبات تاع طوماطيش مسكرفجين، شويه تاع الثوم، شويه تاع الفلفل الاسود، طابوا مليح. هنا عندي بيض مغلي، وعندي هنايا جبن تاع الساندويتش. كما تقدري ديري جبن مثلثات، جبن مبشور، جبن موتزاريلا، تقدري ديري لافيونداشي طيبيها، الدجاج يكون عندك في التيه. لكن انا ولادي يعني والله ما يحبوش هاد الاشياء، اذا حبيت ندير حاجه اقتصاديه وياكلوها لي. اذا يعني شوفوا شحال تحتها رقيقه. من بعد واش ندير؟ نحكم ندير طبقه تاع لاصوص طوماط، نجرب كيفاش نديرها دائرة. يعني مقادير قليلة، تقدري ديري الزيتون، المعدنوس، يعني الأفكار كاينين، فقط ديري واش يحبوا ياكلوا وليداتك واش تاكلي نتيا. هنا ندير جبن ساندويتش، ما عندكش ديري جبن مثلثات ولا جبن مبشور، يعني واش حبيتي النوع تاع الجبن اللي حبيتي استعمليه. فقط متخرجيش من قبل كما انا نشوفو، يعني يدوب لنا ونديرو. انا حندير تنين في الوحدة، من بعد ندير عليه كمية تاع البيض المغلي، يعني ولا اسهل. ولادك واش يحبو ديريلهم. اذا من بعد نغلق البيتزا تاعي على تنين، يعني البابيي راح يساعدك بزاف بهذه الطريقة. نجرب كيفاش نخبزها شوية ونسيي كيفاش نغلقها في الأطراف.
يعني نديرو شكل جمالي بهذه الطريقه. يعني بيتزا كالزوني لا هاد الايام راهم يسموها بال، يعني راح للاسم فقط. المهم هي بيتزا كالزوني بهذه الطريقه. من بعد واش ندير؟ ها هي الخبزه الاولى، نجرب كيفاش نخبزها لانه جرقيقه الان، لازم الخبزه تاعنا جرقيقه باش تجينا شابه. من بعد واش ندير على الوجه تاعها؟ ندير شويه تاع لاصوص طوماط، نمشيها مليح، يعني تكون طبقه رقيقه ما تخشنيش لاصوص طوماط تاعك. وندير على الوجه تاعها شويه تاع الجبن مبشور. نكون سخنت الفرن من قبل على 220 درجه، لازم الفرن تاعنا يكون سخون يعني، وندخلها للفوق مباشره. كما تقدري تخليها ترتاح حوالي 10 دقائق من بعد تدخليها طيب. اذا نزيد الثانيه هنا، راني كملت زوج خبزات، ندخلهم للفرن على 220 درجه، تشوفيهم طابو من التحت، تشعلهم من الفوق يحمروا، ونخرجهم نعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا البيتزا كازوني تاعتها نهار اليوم ها هي، بعد ما طابت تشوفوا كيفاش طابت لنا، يعني روعه. الفرن لازم يكون سخون باش تنجح لك الوصفه، لانه البيتزا علاش تاع برا تتشحن؟ لانه الفرن تاعهم سخون بزاف. سخني الفرن تاعك مليح باش طيبيها. راح نقسم لكم فقط في الوسط باش تشوفوا البيتزا تاع نهار اليوم كيفاش جاتنا. يعني هذا وخرجتها من الكوشه راهي سخونه، بسم الله ها هي معنا. يعني هذاك الفرن ماش دايب في الوسط، يعني من ابسط المقادير نقدروا نجهزوا احلى بيتزا ولا احلى وصفه لوليداتنا ولعائلتنا. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.